نور، مثل ما قلنا ببداية حلقتنا، اليوم بيصادف هو رأس السنة الهجرية، هي المناسبة المباركة. اليوم هو حسب التقويم الهجري الجديد 1442 للهجرة. رح نحكي أكثر عن ما تحمله هي المناسبة المباركة من قيم روحية وكيف ممكن تعزيزها مع ضيفتنا اليوم نور الهدى رمضان. يسعد صباحك وكل عام وحضرتك بخير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي يمكن عن رمزية الاحتفاء برأس السنة الهجرية، يمكن رغم كل الظروف اللي عم نعيشها ويمكن اجتياح التكنولوجيا لعالمنا، بعدنا في شوية خصوصية لهي الاحتفالية، بعدها يمكن في إلى رمزية بقلوبنا. رح انطلق من الرمزية بمفهوم نحن عنا شائع، عامل بيناتهم ربط. نحن مين فينا ما بيشرب قهوة الصبح؟ ومين فينا ما بيحط لها سكر؟ في ناس تشربها بسكر، في ناس تشربها بلا سكر. السكر وقت بيعتاد عليه الجسم بيسبب له موت بطيء على المدى البعيد. وقت الإنسان بيبلش يعمل حمية وبيهجر السكر وبيقلل السكر من جسمه، بيعطي فوائد كتير 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 كبيرة. بيعمل تجدد كامل للخلايا، بيعمل انتعاش، بيقلل من الشعور والإحساس بالاكتئاب اللي هو هلأ مرض شائع. فالإنسان شو عمل؟ هجر السكر فصار عنده صحة وصار عنده حياة. حنعمل هذا الربط. مفهوم الهجرة الحقيقية هي هجرة الأشياء اللي بينهانا عنها رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الهجرة الحقيقية اللي هي لازم تتجدد عنا مو بس بكل سنة، بكل لحظة، هي هجرة الأشياء اللي والمواقف والعادات اللي رب العالمين ما بيحب أنه يشوفنا فيها، واتباع الأشياء اللي رب العالمين بيرضى عنا واللي إن شاء الله بتنعكس تطور ونمو وارتفاع الوباء والبلاء والغلاء عن البلد بإذن إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني مثل ما حكيتي يمكن هذا المفهوم الأساسي، ونحن دائما يعني بهي المناسبات بنحاول نرجع للقيم الروحية، المغزى الاجتماعي من أحياء أكثر من يمكن الشكل. صحيح. أو الناس كيف بتقول إنه هي مناسبة دينية، لا، هو الحقيقة هي إلى رمزية روحية اجتماعية أكبر من القيمة، لأنه قيمتها راحت مع الأيام وصار هلأ كيف نحييها اجتماعيا. صحيح. هو الأهم. صحيح. خلينا نحكي اليوم عن هذا البعد. اليوم أنا كيف قادر أهجر مثل ما قلتي كل شيء سيء، ابتعد عنه ومارس فعل التجديد بحياتي اجتماعيا أكثر. كم من مصلي ليس له من صلاته إلا الركوع والسجود، بيعمل حركات رياضية بس أخلاقه بعيدة جدا عن مفهوم الاتصال بالله عز وجل. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، صائم ومعذب حاله، بيفيق الفجر، بيضل بيمتنع عن الطعام للمغرب، بس هو بالنهاية أخلاقه، معاملته مع الناس، بينصب على الناس وبيحتال عليهم وبيرتكب. فنحن العلاقة مع الله عز وجل هي ليست شعائر وشغلات مظاهر فقط، هي علاقة من جوا. قد تلاقي إنسان شكليا هو ما له متلبس هذا الشكل الإنسان المتدين، بس من جوا قلبه كتير طيب، قلبه كتير نظيف، بيحب الخير للآخرين، بيحب يخدم، بيحب ينفع الناس. هذا هو الدين الحقيقي اللي نحنا منحاول إنه بالفعل نحيه. مو إنسان شكليا بتلاقي قد يكون لابس أكبر عمامة وقد يكون عامل أكبر دقن وحامل أطول مسبحة، ولكن هو عم يضر وعم يؤذي وعم ينصب. فنحنا بالفعل بحاجة لنفهم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا لقى طفل عم يبكي يبكي معه، إذا لقى امرأة عجوز بدها مساعدة وهو الكبير العظيم يلي ممجد من السماوات تجي تسحبه بدها تاخده على غرضها يروح معه. سيدنا أبو بكر كان يروح لعند امرأة عجوز بالليل مقعدة ما عندها حدا يخدمها، يفوت لعندها ويطعميها وينظف لها غرفتها، مع أنه هو كان سيدنا أبو بكر. فنحن بالفعل صار معنا هذا الشيء لأنه ابتعدنا عن القيم الحقيقية للاتصال بالله عز وجل. الاتصال بالله عز وجل ما بده لا شكل ولا أي شيء ولا مكان. الاتصال بالله هو قلب قال الله
وقال يا رب ونبض ورب العالمين بيعطيه العطاء والمدد. ويمكن أشرتي لنقطة كثير مهمة، الدين الحق هو مش مظاهر الدين اللي بنشوفها يمكن اليوم إلى تأثير كثير كبير على الشكل الخارجي، هي شيء داخلي ضمني داخل روح الإنسان. خلينا نحكي عن هي القيم الدينية الأخلاقية الاجتماعية، قديش بتنعكس على الواقع الاجتماعي والحياتي اللي عم نعيشه. لما أنا اليوم كان نقول بنوصي بسابع جار، لما كان في عادات وما زالت، يعني نحن ربينا من نحن وصغار من خلال أهالينا وعيلتنا صلة الرحم موجودة، نسأل على جارنا، برمضان بتلاقي السكبة لجارك، بتلاقي كنا نتسحر عند بعض، بتلاقي كثير من التفاصيل هي الروحانية، هي قيم أخلاقية واجتماعية بتنعكس نفسيا على حياتنا اليوم. رح اقول لك حبيبتي، الاسلام لخص لك يا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة النار في هجرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. لو كنت من ذاكر تتربع على عرش الذاكرين، لو كنت انسان قاعد بمحرابك ليل مع نهار، لو كنت صائم مع الصائمين وتؤذي الناس ولا تحرص على نفعهم وعلى جلب المنفعة لهم، فلن ينفعك إيمانك بشيء. أول شيء ستتحاسب عنه، بالعكس سيكون هذا الإنسان اللي عم يتعبد عبادة شكلية بس بقلبه يؤذي الناس، سيكون هو أول من توقد به النار، وخصوصي إذا كان متخذ الإسلام شكل وليس مضمون. فيعني قديش هو شيء يدعو للخشوع، هرة تحاسبت على هرة ودخلت فيها، بينما بغي إنسانة كانت تعمل المنكرات والموبقات، سقط كلب ماء بسبب أنه هي سقط هذا الكلب الماء، رب العالمين أدخلها الجنة. فرب العالمين مثل ما قلنا أنه العلاقة فيه علاقة رائعة وعظيمة، ما نخلي الناس وصية. نحن أحيانا بيكونوا أهل يعني المتدينين شكليا بيكونوا أوصياء علينا، بيفوتونا على الجنة وبيفوتونا على النار، بيقولوا هذا قتل 100 نفس، قال له قتل 99 نفس، راح لعند الصالحين، شخص صالح شكليا، قال له هل من توبة؟ قال له لا، فكمل عليه سواهن 100. فبعدين راح لعند إنسان تاني عارف بالله وفهمان العلاقة، فهمان أنه الله خلقنا لأنه بيحبنا، ما جابنا على هالدنيا، كان خلقنا شجرة، كان خلقنا حشرة، ولكن أعطانا روحه. ليش طلعنا بهذا الشكل الإنساني؟ لأنه بيحبنا، أعطانا جزء من الله عز وجل اللي هي الروح، ما نحن إياها كإنسان. فوقت سأله قال له أنا قتلت 99 نفس وكملتهم على 100، هل لي من توبة؟ قال له طبعا لك من توبة، ومن يمنع؟ الإنسان بيقدر يتوب ما لم تصل الروح إلى الله. غفور رحيم، صحيح، فطاب ورب العالمين قبله. أكيد. يعني اليوم هيك عم نستحضر معك قيم روحية بهي المناسبة المباركة، عطتينا هيك شوية يمكن خلينا نقول شوية راحة نفسية، ويمكن هذا الشيء اللي دايما بنبحث عنه بهي المناسبات، أنه نرجع للشيء اللي بيريحنا وللشيء اللي بيضل هو صلة الوصل بيننا وبين رب العالمين. وإن شاء الله بنتمنى بهاي الأيام المباركة الرحمة تكون موجودة بين قلوبنا، نحن بوقت صعب بأزمة صعبة، بنتمنى من الناس ترحم بعضها لحتى الله يرحمنا. يا رب. بدنا نشكر وجودك معنا، وكل عام وانت بخير. وانتم بألف خير، بالعكس شكرا كثير لاستضافتكم. نحن بنتشكرك كثير نور الهدى رمضان، اخصائيه اجتماعيه، بنتشكرك كثير. ومثل ما قالت سلمى، هي صله الرحم والشعور بالاخر والعطاء اهم شيء، اهم القيم الاخلاقيه اليوم اللي لازم نعيشها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.